اغتنموا فرصة الشهر الفضيل فتحولوا إلى باعة صغار، أطفال في مقتبل العمر ينتشرون في الأسواق الشعبية ويدخلون سوق العمل بصفة مؤقتة بعد أن أتموا الدراسة وامتحانات الفصل الثاني. جي بكرة 7:30 أصبح، جي 7:30 طلعني عمي لهنا نحط نصلي وننبه، كل عام نبيع ديون أنا. عمي فتبعت مع خويا و العام بعت وحدي. لي فاكونس لازم تنافيكي فيهم. كل رمضان انا نجي لهنا تخدم لي العجوز الديول هادو ونجيبهم لهنا ونبيعهم. نافيكي 100,000 150 في جورنية هاديك. خير من اللي تروح لعفسة واحدة أخرى. تأمين بعض المال لسد حاجياتهم وحاجيات عائلتهم جعل من هؤلاء الأطفال يستيقظون باكرا سواء لمساعدة أحد أفراد العائلة أو جمع بعض المال من أجل شراء ملابس العيد. أنا نبيع خالتي في الشلاطة باش نسترزقو ونشريو لها حوايج العيد. كل رمضان نجي ندير هكذا ونبيع باش نشريو الحوايج و... ندي أنا شوية ونعطي العجوز اللي تخدمهم شوية، نعطي لها قسمة تشري سميد منا وندي خبي العيد. يجي العيد لازم تلقى شوية دراهم عندك. البحث عن أي وسيلة للاسترزاق والحصول على بعض المال هدف واحد يجمع هذه البراءة، رغم أن سنهم لا يسمح لهم بمثل هذه الممارسات التي قد تعرض حياتهم لخطر كبير.